انا بقى كنا بنتكلم ايه؟ كنا بنتكلم على مساله الكتيب اللي بيساعد على الردود على ابرز الاستفسارات المتعلقه بالمستثمرين، سواء اذا كانوا محليين او استثمار اجنبي مباشر، والعمل الكتيب مركز المعلومات في مجلس الوزراء. معانا على التليفون دكتور هبه عبد المنعم، رئيس اللجنه العلميه الاستشاريه في مجلس المعلومات بمجلس الوزراء. اهلا بيك يا دكتور هبه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. ايوه كده، الصوت واضح وجميل. دكتور هبه، عايزين نعرف اكتر عن الكتيب. ايه ابرز الاستفسارات اللي بيتساءل عنها دايما المستثمرين، مصريين كانوا او اجانب؟ حاضر يا فندم، شكرا جزيلا في البدايه على الاستضافه الكريمه. وفي الحقيقه الكتيب هو بياتي في سياق اهتمام وزاره الماليه بعقد لقاءات دوريه مع المستثمرين المحليين والاجانب من خلال وحده علاقات المستثمرين للاجابه بشكل دوري على كل الاسئله التي تثار في ذهن هؤلاء المستثمرين وتوفير المعلومات بشفافيه في سياق التواصل الفعال مع هؤلاء المستثمرين. وفي الحقيقه وزاره الماليه كانت اشارت الى وجود عدد من الاسئله المتكرره لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي كان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد كتيب للإجابة على تلك التساؤلات. حضرتك أشرت طبعا أن المستثمرين بيشغل بالهم العديد من الأسئلة، يمكن أكثر الأسئلة كانت منصبة في برنامج الطروحات، سواء ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة أو المسار المستقبلي لبرنامج الطروحات. فلو حضرتك مثلا أذنت لي أني ممكن أوضح أن أسئلة المستثمرين فيما يتعلق بإنجازات البرنامج في المرحلة السابقة طبعا من مارس 2022 وحتى يوليو 2023، هما كانوا مرحلتين، والمرحلتين في الحقيقة تم إنجاز المستهدفات الخاصة بهم بكل من كل مرحلة بنسبة 100%، وكانت الحصيلة 5 مليار دولار. وطبعا في الحقيقة الحصيلة اللي هي 5 مليار دولار هي بتشكل حوالي 50% من المستهدف الحكومي للبرنامج الطروحات حتى النصف الأول من عام 2024. ومن هنا نأتي إلى الجزء الثاني من استفسارات المستثمرين، وهو عن مسار برنامج الطروحات في المرحلة المقبلة. وهنلاقي إنه خلال فترة من أكتوبر 2023 ليونيو 2024 الحكومة بتنوي طرح شركات بقيمة 5 مليار دولار الأخرى المتبقية بإذن الله تعالى. يمكن بيهمنا في برنامج الطروحات على صعيد التنفيذ هو الاثار الناتجه عن تنفيذ البرنامج حتى هذه المرحله. فسنجد ان البرنامج ساعد بشكل كبير في جذب استثمارات اجنبيه مباشره، وكان من احد العوامل اللي ساعدت على ارتفاع الاستثمارات الاجنبيه المباشره في العام المالي 2022-2023 بنسبه 12%. ولكن ايضا زي ما حضرتك تعلم كان في جانب من تنفيذ البرنامج بيتم من خلال البورصه المصريه، وفي طروحات لشركات مدرجه في البورصه، وده ساهم بشكل كبير جدا في تنشيط التداولات الخاصه بالبورصه في الفتره السابقه، وايضا ارتفاع راس المال السوقي للاسهم المدرجه بحوالي 86%. طيب دكتور هبه، يمكن انا بسمع كتير جدا من مستثمرين محليين او اجانب سؤال واحد: انا هدفع كام؟ هدفع كام في الإيه بقى؟ هدفع كام علشان التراخيص والرسوم والطوابع والدمغات والضريبة الفلانية والرسم العلاني؟ دايما بنبقى الجزء ده لكتير جدا من المستثمرين بيجي يقولك والله أنا بعمل دراسة الجدوى بتاعتي على رقم، وبعد شوية أكتشف إن أنا عليا رسم كذا ودمغة كذا وضريبة كذا وما هياش كانت موجودة قدامي في الورق، فبضطر أعيد من أول وجديد. هل ده أصبح دلوقتي واضحا جليا أمام الكل؟ طبعا هو في سياق الاسئله هم 17 سؤال موجودين في الكتيب، واحد الاسئله زي ما حضرتك اشرت هو كان بيتطرق الى كل الاجراءات التي تم تبنيها من قبل الحكومه لتسهيل اجراءات الاستثمار بشكل عام. ويمكن الكتيب بيشير الى وجود 144 اجراء اصلاحي تم تنفيذه على صعيد تحسين بيئه الاعمال في مصر خلال الفتره من مارس 2022 وحتى سبتمبر 2023. عظيم. يمكن كان من بينها زي ما حضرتك اشرت مثلا الاجراءات الخاصه بالهيئه العامه للاستثمار، قامت بتخفيض عدد المستندات اللازمة للجان المشكلة للتحقق من بدء النشاط بحوالي 62%. كان ايضا هناك عدد من الاجراءات الخاصه بالرخصه الذهبيه اللي بتسهل على المستثمر كل الاجراءات الخاصه باصدار المشروع والحصول على موافقه واحده على اقامه المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك ترخيص البناء وتخطيط العقارات. وبالتالي الرخصه دي كمان بتمنح المستثمر زي ما حضرتك اشرت تكاليف التاسيس بالنسبه للمستثمر مهمه جدا. فبنلاقي انه احد الحوافز التي تمنحها او يمنح او يحصل المستثمر عليها من خلال هذه الرخصه هو خصم بما يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف التاسيس. هذا الخصم ممكن ان هو يزيد لو كان المستثمر بينفذ المشروعات في بعض المناطق طبعا ليها الاولويه بالنسبه للحكومه المصريه، مثلا زي مناطق الصعيد.
كمان ممكن الحكومة ترد نصف قيمة الأرض للمشروعات الصناعية اللي تبدأ الإنتاج خلال عامين، أو ترخيص أراضي بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وأكثر من كده كمان مساهمة في تكلفة المرافق والتأمين. يعني أنا كمان في الكتيب أصبحت حاطط الحزم التحفيزية بتاعتي للاستثمار سواء إذا كان محلي أو أجنبي، ده في حد ذاته شيء مهم جدا بالضبط. لأن المستثمر هيبقى فعلا زي ما حضرتك قلتي كده جزء من ما يقول في عقله، يا ترى هل ترى هو إيه شكل التنافسية، إيه اللي خليني أجي أستثمر في مصر ما استثمرش في دولة أخرى في المنطقة والتنافس عالي وده حق الكل. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور هبة على هذا الكتيب وعلى هذه المداخلة، وأنا أحاول أحصل على الكتيب كمان عشان أقعد أقرأ، أنا مش مستثمر طبعا بس أنا أحب أقرأ يعني عشان أفهم. كل الشكر للدكتور هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء.